نهايه الحفل وزع القائد العام درجه البكالوريوس وشارات الطيران على الخريجين. خططنا تخطيط القوات الجويه ضمن خطه القوات المسلحه. دخلنا هجمنا على جميع وسائل الدفاع الجوي، هجمنا على مطارات العدو الموجوده في سيناء، هجمنا على مراكز القياده في سيناء، دمرنا 95% بدون مبالغه. كان في واد اسمه الشاطر عمرو، وكمان كان في جده في شنبات، في معاد الاكل بأمرس عمرو جده يقعد يحكي حكايات. كان الدعوة وجمعية الإخوان المسلمين غير شرعية زي ما قلت للتلمسان. لكن الإخوان بيقولوا لكم التكفير والهجرة مش معانا، وبرضو بعض الناس يتكلموا من دول يقولوا لا التكفير والهجرة لا احنا مش مع التمن. كلهم واحد جميعا. مبارك بدأ حكمه في لحظة فارقة، انه قتل بجواره رئيس جمهورية. وهذا المشهد يجب ان اتذكره دائما لانه كان له تأثير كبير جدا على حسابات وسياسات حسني مبارك بعد ذلك. وان كنا قد فقدنا الزعيم والقائد، فإن عزاءنا أن الشعب المصري كله بملايينه في أرجاء البلاد ريفها وحضرها يقف اليوم يعتصره الحزن والألم، يعلن أننا سائرون على دربه لا نحيد، درب الديمقراطية والرخاء. مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون. تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية. لحظة البداية هي لحظة بداية لشخص في مقعد الرئاسة لا يمتلك ما يجعله قويا، بل مر بخبرة تجعله مهتزا، وفي نفس الوقت الدولة لم تكن في أفضل لحظاتها أو أقوى لحظاتها، بل كانت في لحظة ضعيفة. شرعية مبارك كانت تستند إلى أنه كان نائب السادات، أنه جاء باستفتاء شعبي، أنه ابن المؤسسة العسكرية، أنه صاحب القرارات وصاحب النفوذ والصلاحيات التي يضمنها الدستور، وبالتالي كان عليه أن يبدأ بحالة تصالحية. الحالة التصالحية أنه ينهي ملف اعتقالات سبتمبر كأول خطوة يقوم بها حتى يغلق حالة الاحتقان اللي جعلت كل التيارات وكل الرموز السياسية تقف ضد أنور السادات. مبارك حين وصل الى السلطة عام 81 استقبل في القصر الجمهوري كل المعارضين السياسيين اللي كان اعتقلهم السادات وافرج عنهم. رئيس مبارك اخرج السياسيين فقط ولم يخرج كل المعتقلين، البقية افرج عنهم على فترات متباعدة وبعد شهور، وكان في مقدمتهم
الأستاذ عمر التلمساني عليه رحمة الله مرشد الإخوان، وباستثناء السياسيين اللي كانوا موجودين لم يلتقي مبارك بأي أحد. عندما سئل لماذا لا تقابل عمر التلمساني قال إن هذا يغضب واشنطن. إذن نحن في نقطة البداية، في نقطة الانطلاق، ندرك أن حسني مبارك لديه قواعد للعبة يعرفها، أن قواعد اللعبة في كل الأحوال أنه لا يمكن أن يكون الحركة الإسلامية مقعد في الصف الأول. الإخوان كانوا يبنون شرعيتهم على الوجود في المجتمع والوجود في الواقع، وأنهم باتوا من الصعب استئصالهم أو تجنبهم أو تخيل أنهم غير موجودين في الحياة السياسية المصرية. وبالتالي في المرحلة الأولى كان حسني مبارك يريد أن يمسك خيوط الدولة ويعرف ما يحدث في المجتمع ويتأكد أنه أصبح يجلس على المقعد وأن جلوسه على المقعد ثابت، وبالتالي ترك جماعة الإخوان المسلمين تتحرك. والإخوان كانت فرصة ذهبية لهم في هذه المرحلة من 81 حتى مرحلة دخولهم الانتخابات المتتابعة، وبالتالي استفاد الإخوان من سماحة الرئيس مبارك في المرحلة الأولى، مرحلة حكمه الأولى. هذا الجيل الجديد للإخوان الذي ظهر في الثمانينات شباب طموح لديه رغبة في التحقق السياسي، ومن ثم تطلع إلى أن يخوض الانتخابات ويصل إلى البرلمان وبالتالي يؤثر في مؤسسات الدولة من داخلها وليس من خارجها كما كان يفعل الجيل السابق. تم تصميم النظام القانوني الانتخابي على أساس يسمح للأحزاب فقط بدخول الانتخابات. اللي أحدث اختراق في هذا يرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لرجلين، الأول هو عمر التلمساني والثاني هو فؤاد باشا سراج الدين، لأن فؤاد باشا هو اللي بادر وكان يريد بحسه السياسي أن يتصدر حزب الوفد المشهد، فوجد ان تحالفه مع الاخوان سيحقق له شعبيه كبيره. في نفس الوقت كان الاخوان في حاجه الى غطاء من حزب له تاريخ عريق مثل حزب الوفد لكي يعودوا بقوه الى العمل السياسي تحت هذا الغطاء. الإخوان والوفد في التعاون على خوض هذه المنافسة الانتخابية منذ ذلك اليوم، والإخوان والوفد يتعرضون لحملات قاسية. كانت المواجهة بين الرئيس مبارك وجماعة الإخوان، وبالتالي الإخوان أرادوا من هذا التحالف أن يعطوا رسالة للعالم أنهم ليسوا جماعة عنف وأنهم جماعة تعمل في السياسة ولديهم اتجاهات، وهم مع التعددية الحزبية ومع تواجدهم على الساحة السياسية وإعطاء مزيد من الشرعية لتواجدهم على الساحة. ولم يكن مبارك وهو حديث العهد بالسلطة يريد أن يصطدم بالوفد الذي كان وقتها يشكل قوة اجتماعية كبيرة، ومن ثم آثر مبارك السلامة وترك لهذا التحالف أن يمر. وبالتالي خرج جماعة الإخوان الانتخابات عام 84 مع حزب الوفد وحققت
8 مقاعد من اصل 30 مقعدا لقوى المعارضة في ذلك الوقت، كان بينها 8 مقاعد لجماعة الاخوان المسلمين. أحداث الأمن المركزي في فبراير 86 ووجود حالة من الغضب داخل مؤسسات الدولة، هذا الحادث هز مبارك هزا عنيفا، لأن كان من الممكن وقتها للجيش أن يجري انقلابا عليه بسهولة شديدة. كان الرئيس في حاجة إلى أن يتصالح مرة أخرى مع القوى الاجتماعية الموجودة، ومنها بالضرورة الإخوان المسلمين، ومن ثم أرسل مندوبا عنه الحضور جنازة المرشد العام للإخوان المسلمين الشيخ عمر التلمساني. تلك الألوف الذين جاءوا يذرفون الدمع على فقيدهم. البعض تصور أن كان هناك نوع من التصالح، الحقيقة أنه كان هناك نوع من تأجيل الملف وليس التصالح، وفي المقابل كانت جماعة الإخوان المسلمين تستخدم استراتيجية البناء من أسفل، وهي ليست استراتيجية انقلابية، وبالتالي الجماعة لم تستغل لحظات ضعف النظام سواء في أحداث الأمن المركزي أو قبله، لأنه ظل النظام قبل أحداث الأمن المركزي ضعيفا وبعد أحداث الأمن المركزي ضعيف. لما جت 87 بدرنا بالاتصال بحزب الوفد، نريد ان نحقق توافقا وطنيا وان يدخل كل القوى الرئيسية، كانت 5 قوى اساسية على قائمة حزب الوفد. رفض الوفد لاسباب شكلها قانوني وحقيقتها سياسي. الاخوان قرروا بعد هذا الرفض ان يتعاونوا مع حزبي العمل والاحرار في اطار اوسع وفي رؤية اشمل، وهي رؤية تحالف سياسي اسلامي. وجدت جماعة الإخوان المسلمين نفسها أمام تحالف يمكن أن يبنى على قاعدة إسلامية، ظهور شعار الإسلام هو الحل. النتيجة التي حققتها الجماعة لمرشحيها ثم لمرشح مرشحين هذا التحالف كلها كانت نستطيع أن نقول نصرا سياسيا، خطوة متقدمة جدا للأمام اختبرت الجماعة بها نفسها واختبرت الآخرين. حصل الإخوان على أكبر تجمع 36 من 60 مقعد حصل عليها التحالف، ده بالتأكيد كان أول رسالة مقلقة لنظام مبارك ولمبارك شخصيا، اللي زي ما قلت كان عنده يعني مهارة تسكين الأوضاع، إنه أنت تبقى موجود بس تبقى موجود في مساحة 5%، لو أنت خدت 20% أو 10% ده بنتيجته إنه ده بيصب يعني جام غضب النظام عليه. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وبعد، فاسمحوا لي أن أبدأ حديثي من حيث انتهى السيد رئيس الوزراء. وهذه المجموعة من السياسة جنوب الإخوان أحدثت صداعا للدولة وللحكومة طوال فترة البرلمان حتى انتخابات عام 90. أشير إلى المادة الدستورية التي بموجبها نناقش هذا المشروع. فليجب علينا أن نتدارك الخطر وتعمير سيناء ونقل البشر إليها وإنشاء مجتمعات أمر هام واستراتيجي لمصر. إنني أقترح متواضعا أن تعمل حكومة حتى لا يقال أن المعارضة تنتقد ولا تقدم حلولا. فأرجو ألا نأتي كل يوم ونقول لقد انتقدنا ولم تستمع الحكومة. أيوة انتقدت، والحكومة لا ترى رأيك ولها رأي مخالف، تلك هي الديمقراطية، أن تنتقد وللحكومة أن تتصرف. دلالة هذا للنظام كانت أنه أمام أولا جماعة منظمة، يعني تعلم كيف تمارس السياسة. هذه ليست مجموعة هاوية، لا هي مجموعة محترفة، لديها عمل اجتماعي وعمل دعوي ورأس مال اجتماعي بيبنى عليه رأس مال سياسي، وعندما تأتي للمجالس التشريعية بتقوم بعمل منظم. كل هذا بالطبع أقلق مبارك، ومن ثم
صارع الى حل البرلمان بحكم محكمة بدعوى ان قيام الانتخابات على اساس القائمة النسبية هي مسألة غير دستورية لانها جارت على حق المستقلين. عندما حل مجلس الشعب عام 87 فقدت الجماعة احد ادواتها في العمل، لكنها كانت ما زالت تحتفظ بالادوات الاخرى. هنلاحظ دائما انه كلما يغلق باب يزيد النشاط في باب اخر، وهتستمر هذه الاستراتيجية عبر السنوات القادمة. ومن ثم اراد الاخوان ان يمارسوا مشروعهم السياسي من خلال النقابات، وبالتالي انتقلت المواجهة بين مبارك وبين الاخوان من البرلمان الى النقابات المهنية. إذاعة جمهورية مصر العربية من أنا جاي. جاي وجاي وجاي وهرقص كل الأهل. كانت هذه النقابات من اهم الادوات المتاحة لهم، لانه هذا الجيل من الاخوان كانوا نشطين جدا في العمل النقابي واستطاعوا ان يكسبوا ثقة من الاعضاء، فاصبحت هذه النقابات من بين الادوات التي يستخدمونها للتعويض عن عدم وجود ادوات سياسية لهم يمارسون من خلالها عملهم السياسي. 10 سنوات وحكومة الحزب الوطني بتقول ان في ارهاب في مصر، واستصدرت قانون الطوارئ من 10 سنوات للقضاء على ظاهرة ارهاب، فماذا فعلت وفعل هذا القانون؟ الظاهرة لا زالت موجودة. مشكلة هذا الدور ان الجزء السياسي فيه طغى على جوانب نقابية ومهنية اخرى، وانه هذا الخلل انه ان احنا شفنا في مصر طوال فترة الثمانينات والتسعينات نقابات تمارس العمل السياسي واحزاب يعني تمارس العمل النقابي قرعة الحج وملهاش علاقة بالعمل السياسي، ودي احد المفارقات الرئيسية في نظام مبارك. حينما لا يوجد منابر للعمل الحزبي او العمل السياسي ينطر الناس الى ان يمارسوا العمل السياسي في المساجد وفي الكنائس وفي النقابات وفي الجمعيات لانه ليس لهم منابر، فالعيب هنا كان عيب النظام. وبالتالي كان هناك تواجد غير مسبوق للاخوان، لم يصل إليه أي فصيل آخر، ولم يصل إليه حتى من كان ينتمون للحزب الوطني في ظل قوة حكمه وتواجده خلال السنوات الماضية. كانت هناك مخاوف من انتشار الإخوان على الأرض وبالتالي الاستيلاء على الحكم. أزعج هذا النظام فبطش بالنقابات بطريقتين، بإصدار قانون اللي سماه يعني نصبا او كذبا قانون ديمقراطية النقابات اللي هو قانون 192، وده قانون صادر انتخابات النقابات لانه اشترط ان يكون الانتخابات تحت اشراف لجنة من القضاء وليس النقابة نفسها، ان الحضور يبقوا 50% في الوقت اللي كان بيحضر انتخابات العامة 5% او 3%. القانون مرفوض من اصله، نجمع لهم هنا 50,000 مهندس ونشوف اذا قفلوا ميدان رمسيس وميدان التحرير نعمل بيهم انتخابات. هم يقدروا يجمعوهم ازاي؟ هم في انتخاباتهم هم بيغلطوا نفسهم، احنا كمان ما نسكتش لان احنا الطبقه المثقفه. ولكن هذا القانون لم يغير من الامر شيئا، اجريت انتخابات بعد هذا القانون مباشره اعتقد في 11 نقابه وكيان فيما بعد، وجماعه الاخوان سيطرت على اكثر من 65% او 70% من هذه النقابات. قوى سياسيه مش موجوده، الاخوان هي اللي موجوده على الساحه، هي اللي منظمه، هي اللي قادرة على الحركة، الباقي كله النظام السياسي أقصاه فملوش وجود، فهو النظام السياسي حلها بطريقة تانية خالص. وقف وقف، راح دماغه. هذه
هذا النوع من النظم السياسية مثل نظام مبارك هو يخاف من أي تبدل، سواء الإخوان أو غير الإخوان. فأي تيار يزداد نفوذه في ظل مثل هذه النظم لابد أن تأتي لحظة يبدأ فيها ضرب. قضية سلسبيل كانت نقطة تحول الرئيسية الأولى في سياسة مبارك تجاه الإخوان من الاحتواء إلى الإقصاء، لكن هذا حدث عبر مرحلة انتقالية يعني. كانت بدايتها قضية سلسبيل، هذه القضية كانت صدمة كاملة لنظام تعود على أن يتعامل مع هواة سياسيين. ويبدو أن السياسة المقصودة ألا يسمح لأي مؤسسة إسلامية أن تنجح، كما ضربت شركات توظيف الأموال وغيرها. شركة سلسبيل وهي من أولى الشركات اللي عملت في مجال البرمجيات والكمبيوتر استطاعت أن تحصل على صفقة مع القوات المسلحة لتوريد أجهزة وسوفت وير، وبالتالي رفعت مذكرة أنه هذا اختراق خطير لشركة يملكها قيادات إخوانية لمؤسسة وطنية كالجيش. قضية سلسبيل نظر إليها باعتبارها تطور خطير في علاقة الإخوان بالدولة. نظر نظام مبارك إلى أن الإخوان يبنوا قاعدة معلوماتية قد تنافس القاعدة التي كانت بحوزة جهاز الأمن وجهاز المخابرات. الشركة في السجن بكافة عناصره ومديريها وموظفوها الذين قد بلغوا 43 موظف منتظم. كشف من خلال هذه القضية ماذا تريد جماعة الإخوان المسلمين؟ هناك وثيقة من 13 صفحة ضبطت في منزل القيادي المهندس خيرت الشاطر، عنوانها التمكين، خطة التمكين. هذه الوثيقة موجودة في أوراق هذه القضية وليست سرية، هي التي أدت وكانت سببا مباشرا في تحول الدولة أو الحكومة وأجهزة أمن من مرحلة إلى مرحلة. أحد هذه الأوراق اللي بعض الناس كتبها من رؤيته الخاصة، وكانت موجودة للدراسة للعرض، أعتقد كانت موجودة في الشركة فتم التهويل بها، لكن وثائق الإخوان الأصلية بيتم مراجعتها في مؤسسات الإخوان، ولا يعتقد انه الاخوان بيستخدموا لفظ التمكين ده اطلاقا. وحتى اذا كانت خطة التمكين، ما من اي فصيل سياسي من حقه ان يفكر كيف يصل للسلطة وكيف يصل للحكم، وما دام بيفكر بشكل سلمي وخطته للوصول للسلطة بشكل سلمي هذا لا يعيبه، بالعكس العيب انه يصل بشكل عنيف او شكل خارج القانون او شكل غير دستوري او مش طريقة غير سلمية. الاخوان من الاول خالص هدفه وصول الحكم، بس هو بيقول ان انا عايز وصول الحكم باساليب سلمية. لا، هو في جانب من 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 استراتيجية الإخوان المسلمين انه يصل الحكم في الاخر بأي طريقة. يعني نستطيع القول انه عام 92 كان عام التقاء عدة عوامل كثيرة معا، النظام صعد في مواجهته مع التنظيمات المسلحة، وصل الى عام 92 في قضية سلسبيل، ثم ما حدث في انتخابات في الجزائر خاصة مع دور جماعة الإخوان المسلمين ضد حرب الخليج وضد دخول مصر في التحالف الدولي وتوسع دورهم السياسي والوطني من خلال النقابات، وبالتالي بدأ النظام يقول لقد حان الوقت لنعيد ترتيب أوراقنا وتبدأ بعده مرحلة جديدة في العلاقة بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين. اللهم انصر بلدي وأيدها، غير من أبناء شعب مصر قد أعلنت تأييدهم الساحق للرئيس محمد حسني مبارك لفترة رئاسة ثالثة. قد هب أبناء هذا الشعب موجهين تكليفهم للرئيس أن ابقى في مكانك قائدا ونصيرا ومعينا. Thank you.
عارف دلوقتي انا ايه وانت ايه. انتوا جماعة مش عارفة تبقى حزب، واحنا حزب مش عارف يبقى جماعة، والاتنين ضد بعض. انا وانت خصمين في قضية واحدة. اوعى تفتكر انك انت بعيد عن عيون مباحث امن الدولة، انت مرصود. ان للديمقراطية شروطا اساسية لا يجوز التفريط فيها حتى لا تصبح مدخلا الى فوضى تقود نظام المجتمع. ولن تتمكن اقلية مهما على صوتها وارتفع ضجيجها من ان ترهب الاغلبية او ان تفرض عليها الرضوخ لرغبتها واولوياتها. كان النظام في عهد مبارك يبحث عن دائما عن ذرائع تنقله من مرحلة الى مرحلة، خاصة ان استراتيجية مبارك عبر المراحل متناقضة. هو يقول للاعلام الغربي ان جماعة الاخوان المسلمين لا تمثل خطرا على مصر وتمثل الاعتدال، ثم يعتبرها خطرا ارهابيا على مصر. عشان ينتقل من هذه الاستراتيجيات دون وجود اي مبررات على ارض الواقع ودون اي وجود احداث متغيرة، كان دائما يحاول ان يجد ذرائع ومبررات. اذا كنت قدرنا فليوفقك الله، واذا كنا قدرك فليعينك الله على ان تتحمل. حين تعرض مبارك لمحاولة اغتيال في اديس ابابا سنة 1995 نظر الى الاخوان باعتبارهم القوة او العباءة التي خرج الجميع من تحتها، وان محاولة اغتياله ليست بعيدة عن الاخوان المسلمين. هو كان يتصرف طيلة الوقت باعتبار ان كل هذه الفصائل تفكر بطريقة واحدة وتدبر بطريقة واحدة. كل ذلك كان داخل ملف ضخم لجماعة الاخوان، ان جماعة الاخوان قادمة وتستعد مبكرا لانتخابات 95، لكن الدولة كان لها رأي آخر. الانتخابات فرصة كبيرة لكسر العزلة التي يراد أن تفرض على الاتجاه الإسلامي، وفرصة كبيرة لشرح برنامج الإسلام والحل في صورة عملية وفي صورة نظرية وجذب التأييد. الإخوان لإثبات القوة أكثر في هذه المرحلة والتواجد الضخم والاستعداد للانتخابات، عقدوا أول اجتماع لمجلس شورى الجماعة. أجهزة الأمن رصد هذا الاجتماع وتم ضرب هذا الاجتماع والقبض على من شاركوا فيه. بدأ النظام فكرة تطبيق استراتيجية أمنية تبدأ بالاعتقال، تنتهي بمحكمات عسكرية، لأنه يعرف المحاكم المدنية كانت ستبرئ قيادات الإخوان، وكانت استراتيجية تكسير عظام. وأتصور أن النظام وضع توقعات كبيرة جدا عن 95 وما بعدها، أنه قادر على تحجيم الجماعة. فطبعا رفع هو سقف مواجهة الحركة الإسلامية بأنه بيقتل بتوع الجماعة الإسلامية وبتوع الجهاد، فطبيعي أن ترتفع مواجهة الإخوان إلى حد تقديمهم، مش قتلهم لكن تقديمهم لمحاكمات عسكرية اللي بدأت 95 وحكم على 62، خمسة منهم 5 سنوات والباقي 3 سنوات في الوقت ده. الفكرة اللي كانت حاكمة نظام مبارك انه في خطوط حمراء وضعت للاخوان وطلب منهم انهم لا يتجاوزوها، بحيث انه يبقى تأثيرهم هو تأثير يعني محسوب، هم موجودين للتنفيذ لكن طول الوقت بينهكهم النظام بحملة اعتقالات أمنية، وبان هم لابد ان هم يلتزموا بهذه الخطوط الحمراء. الاخوان اخذوا درس من الحال المحاكمة العسكرية حتى ربما عام حتى الانتخابات التي تلتها انتخابات 2000، وانا اعتقد لم تكن الجماعة كانت لديها ريبة مما هو قادم. الشارع المصري في مجمله ما زال مؤيد للحكومة والحزب الوطني، ليس لأنها الحكومة والحزب الوطني، ولكن لأن الخدمات الاجتماعية وما قدم في خلال مرحلة التنمية من معدلات التنمية والنمو الاقتصادي ما زالت مؤثرة على مجمل الشارع المصري سواء في المدن أو المحافظة.
عام 2000 شاركت جبهة الإخوان المسلمين بنفس العدد الذهبي وهو 150 مرشح الذي استخدمته في عام 95 وتكرر استخدامه في كل انتخابات عصر مبارك. والله إذا كناش لنا قوة سياسية كانوا يخافوا مني ليه؟ خليهم يسيبون ودام يا طب هو مفيش مثلا ما في أحزاب موجودة في مصر كتير ما تعرفيش اسمها ما حدش بيجي ناحيتها. أولا الإخوان الناس بدأت بالفعل تحس وتعي تماما أن الشعارات التي أطلقها الإخوان في السنوات الماضية كانت شعارات زائفة وأصبح المواطن لا تنطلي عليه مثل هذه الشعارات وبالتالي الإخوان ليس لهم وجود كما هم يحاولون أن يرددوا أو كما يزعموا في الداخل أو الخارج. الإخوان سنة 2000 فازوا ب 17 مقعد داخل البرلمان كان هذا دليل كبير على أن كل آليات الإقصاء التي اتبعها النظام ابتداء من سنة 95 لم تجدي نفعا في منع تقدم الإخوان في الحياة السياسية. محمد مرشدي إن السيد المحافظ في البحيرة خد 37 فدان بنى فيهم استاد اغتصاب لأرض الأوقاف عشان يعمل المنتديات. أكثر من 15 حكم متناقضة وليقرأ كل منا يقرأ. هناك حكم بطلان انتخابات على مقعدي العمال والفئات. احترام الأحكام اللي احنا كلنا بننادي بيها وأقسمنا في هذا المجلس على احترام أحكام القضاء. لا أخشى من فرض إصلاح من الخارج أبدا. أنا أخشى من غضب هذا الشعب في يوم من الأيام لأني وصلنا لمرحلة خطيرة جدا. والآن الموافق على قفل باب المناقشة تفضل برفع يده. موافق. دائما الجماعة كانت تريد أن تتواجد بأي شكل بأي شكل، ترشيح أعضاء لها، استخدام شعارات، واستخدمت الشعارات الدينية من 87 حتى 2010 لم تتوقف عن استخدام شعار الإسلام هو الحل وشعارات أخرى، وبالتالي كان هدفها التواجد، التواجد حتى لو لم تحقق أي مقاعد. كانت جماعة الإخوان المسلمين تعرف أن قوتها في تمددها وبالتالي دورها وتأثيرها على مستقبل مصر وربما مستقبل المنطقة هو يعتمد على مدى التأييد المجتمعي لها، ليس مقاعد مجلس الشعب أو مقاعد النقابات أو غيرها، وأنه فكرتها عندما تكون حاضرة على مستوى أغلبية مجتمعية إذن مشروعها سوف يتحقق منها. الفترة اللي من 2000 لغاية ما سقط النظام دي فترة يعني تراكم في المجتمع مع كل القوى السياسية بما فيهم الإخوان والإسلاميين قدر من الغضب في مواجهة النظام، وده ساعد عليه تنامي ظهور الفريق الجدد أصحاب الفكر الجدد اللي هو أحمد عز وجمال والمجموعة اللي أكثر فسادا وانحرافا عن مصالح الوطن من المجموعة القديمة. فكان يرتب للوراثة وكان طبيعي انه يعني يصل الى اكبر قدر من الاستبداد الذي يمكن لابنه ان يأتي رئيسا يعني، وده اللي رفع حالة الغضب الشديد بقى الشعبي. خاصة باللامركزية والإدارة المحلية، إزاي هنفعل الإدارة المحلية ونعزز ونرسخ مفهوم اللامركزية. أمين الحزب صفوة شغال بكل الشباب ومعاه جمال مبارك في أمانة السياسة. في اتهام دلوقتي بيوجه لشخصكم إن أنت حضرتك مفيش متسع إن أنت تقعد مع معارضين سواء من الإخوان أو من الأحزاب. شكرا. بردوا انتوا بقى علينا. جمال مبارك كان يشعر ان العدو الرئيسي ليه هو الاخوان المسلمين، وكان لا يخفي كراهيته للاخوان المسلمين، وكان يحرض دوما بجانب العصابة المفسدة اللي كانت حواليه ضد الاخوان المسلمين، بينما كان يريد
ويفعل بالفعل ويعقد صفقات مع غير الإخوان المسلمين من السياسيين. النظام الحاكم في مصر كان بين نارين. الامريكان بيقولوا ان الاخوان قوة معتدلة في مصر وعايزين ديمقراطية في مصر، فاراد ان يثبت للامريكان انه على الطريق. كان نظام مبارك في مرحلة انه واقع تحت ضغوط، وبالتالي اصبح امامه تحدي حقيقي انه مجبر على اجراء انتخابات نزيهة بدرجة ما، بحيث ان المجتمع الدولي ومنهم الادارة الامريكية يعتبروا هذه الانتخابات نزيهة. ما شربتش من ليلها، طب جربت تغني لها، جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكري لها. ايام معدودة تفصلنا عن انتخابات مجلس الشعب عام 2005، اول انتخابات نيابية كبرى في ظل زيادة مساحة المشاركة السياسية. وقال ان رجال الامن اكدوا لمبارك ان ترك الساحة مفتوحة وترك الانتخابات نزيهة تماما لن تمكن الاخوان من الوصول الى البرلمان سوى بأقل من 30 مقعدا على الأكثر، ومبارك استجاب لهذه الرؤية. الواقع كان خلاف هذا. ليه؟ لأن الشارع في الوقت ده كان ضد النظام تماما. الشارع كان مشحون ضد النظام، وكان الجميع يعلم ان لو الإخوان المسلمين دخلت هتاخد أكثر من كده بكثير. الشعب هو الذي يختارهم، هو الذي يحدد عددهم. وبدأ النظام في انتخابات نزيهة في المرحلة الأولى. اكتشف انه اكثر من 60-70% من الرقم المتوقع نجاحه نجح في المرحلة. فبدأ النظام يشعر بالخطر. في نفس الوقت فوجئت جماعة الإخوان المسلمين بهذا العدد. بدأ النظام يتدخل مباشرة في المرحلة الثانية، تدخل بصورة سافرة في المرحلة الثالثة. فازت جماعة الإخوان المسلمين ب 20% من المقاعد، وكان يمكن أن تفوز بأكثر من 30% من المقاعد، والمقاعد الأخرى تم تزويرها، والنظام نفسه اعترف بأنه زورها تزويرا متعمدا لتقليل العدد إلى 88 بعد أن كان قارب الوصول إلى 128. الحقيقة إنه هذه النتائج في حد ذاتها كانت نتائج غير متوقعة، وبالتالي لم يبني مبارك استراتيجية محددة حتى يضغط على الإدارة الأمريكية لسحب شروط الديمقراطية، لكن الذي حدث أن الأمور خرجت عن سيطرته وخرجت عن توقعات جماعة الإخوان المسلمين، وأدخلتنا في توقعات لم يكن أي طرف من يتوقعها. جاءت بعدها مباشرة انتخابات حركة حماس أو الانتخابات الفلسطينية التي فازت فيها حركة حماس، فأدركت الإدارة الأمريكية أن الحركة الإسلامية السلمية المعتدلة قادرة على الفوز في انتخابات نزيهة وشفافة، وهنا غيرت الإدارة الأمريكية استراتيجيتها. وبدأ النظام في التخطيط لقضية كبرى، وبدأ يضع سيناريو لهذا القدر. وفجأة وجد الخبر منشور في أحد الصحف المستقلة حول عرض رياضي سمته الجريدة عرض عسكري. في 2006 قام شباب الإخوان بعرض رياضي في جامعة الأزهر. لم يكن العرض الأول
لكنه كان الأول بعد انتخابات 2005. أنت شايف عرض رياضي تحوله فجأة بسبب أقنعة أخطأ الطلاب في وضعها إلى عرض ميليشياوي، مع أن لا فيه سلاح لا أبيض ولا أسود ولا أي نوع من أنواع السلاح. هذه القضية قضية ميليشيا الأزهر، وأنا أطلق عليها ميليشيا وليس عرض رياضي على الإطلاق، والإخوان تراجعت عن هذا الأمر وخشيت من هذا الأمر لأنها وجدت أن هناك تصعيدا سيتم بشكل غير مسبوق ضد جماعة الإخوان، وتم استعداء المجتمع على الإخوان، وكان هذا جزء من تكتيك منظم يستخدمه النظام لتشويه الإخوان والضغط عليه. فبدأ يتعجل عملية القبض، وبدأت قضية 2006 التي كان على رأسها خيرة الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. المحكمة الحمد لله أفرجت عننا، بس وزير الداخلية أصر وأصدر قرار اعتقال تاني ليه. وكانت هذه القضية هي قضية تمثل حجر زاوية لعملية ضرب متواصل متتالي بعد عملية القبض عليه. منذ العرض الرياضي في جامعة الأزهر إلى انتخابات 2010 هي تقريبا مرحلة واحدة، وصل فيها الاتجاه إلى إقصاء الإخوان إلى ذروة مرتفعة أخرى. كان نظام مبارك يعني بيبني استراتيجية الدفع إلى الحائط، بيحاول أن يدفع جماعة الإخوان المسلمين إلى أضيق نقطة ويدفعها إلى الخلف حتى تصطدم بالحائط. جماعة الإخوان المسلمين وضعت في المقابل استراتيجية أخرى، وهي دفع النظام إلى الحائط بجعله نظاما قبيحا وكشف هذا القبح ومشاركة كل الانتخابات التي تعرف أنها لن تنجح فيها. البرلمان هو المعبر عن رأي الشعب المصري، وأن يكون دائما هو الرقيب وهو صوت كل مواطن. لذا جاءت الاستعدادات وجاءت العمليات. فين الانتخابات؟ فين الحكومة الفاشلة السقطة؟ سيدعي مرشحه هذا التنظيم المحبوب ما يحلو لهم. يا راضيون الحق، يا راضيون الحق، إسلامية ولا لا؟ إسلامية ولا لا؟ هذا تنظيم سري غير شرعي، الدستور يحرم أن يكون هناك عمل سياسي على مرجعية دينية. نظام مبارك كان يعد برلمان 2010 ليكون البوابة القانونية والشرعية التي يمر من خلالها التوريث، ولم يكن راغبا على الإطلاق في وجود إخوان داخل هذا البرلمان. وهذا البرلمان الباطل سنظل وراءه حتى نعدم وجوده. وعلى أي حال فإن هذه التجاوزات لا تنفي حقيقة أن الانتخابات قد تمت في الغالب الأعم من الدوائر بما يتفق مع صحيح القانون والإجراءات، وبعيدا عن العنف والانحراف والتجاوز. وبالتالي بدأ النظام يرتكب حمقات كثيرة، ويبدو أن سياسة دفعه نحو الحائط نجحت في النهاية، أن يلتصق هو بالحائط ويخطئ الخطأ الأكبر أنه قام بغلق كل المسارات أمام الجميع وغلق البلد بالكامل وانفرد بالحكم تماما وهيئ بذلك لمرحلة سقوطه. أشهد يوم 25 يناير هو خروج مجموعات مختلفة. في نفس الوقت كان يتوقع نظام مبارك ألا تخرج جماعة الإخوان المسلمين في الشارع في مواجهته، وأنها لن تقدم على هذا العمل لأنه يمكن أن يؤدي إلى مواجهة دموية في الشارع، وجماعة الإخوان المسلمين تتجنب المواجهة الدموية في الشارع. نتيجة الضغط الشعبي على الإخوان
خرجوا قبل الثورة بيوم وقالوا أن الجماعة لن تتخذ قرارا رسميا بالمشاركة من خلال مكتب الإرشاد، لكنها لم تمانع لأفراد الإخوان من أن يشاركوا بصفة شخصية وليسوا معبرين عن الجماعة. قررنا أن نشارك في وقفة أمام دار القضاء العالي لرموز القوى السياسية سيشارك فيها الإخوان، ثم قررنا أيضا أن لا نمنع أحدا من شباب الإخوان المسلمين يريد المشاركة في فعاليات أخرى، كل في مكان. بعد الفجر وبعد الجوع، بعد الفجر وبعد الجوع، التغيير مشروع مشروع، في التغيير مشروع مشروع. هنا أدركت جماعة الإخوان المسلمين أن حركة الشارع بدأت وأنه اللحظة حانت، وأنه يجب أن يكون خروج جمعة القادمة اللي هو 28 يناير خروجا نهائيا. الشعب يريد إسقاط النظام. نظام مبارك نفسه أدرك أنه الآن لا يواجه التنظيم فقط ولا يواجه حركات شبابية فقط، بل هو يواجه الجميع ويواجه الشعب، وأن في القلب من هذه الحركة جماعة الإخوان المسلمين، وأنها عمود فقري يصعب تفكيك أوصاله بقدراتها التنظيمية وقدراتها على الحشد. وبالتالي أصبح المجتمعون في ميدان التحرير لديهم أدوات تجعل قوتهم قادرة على الصمود في وجه آلة الأمن والصمود في وجه أي آلة عسكرية أخرى. وبالتالي جاءت لحظة المواجهة مرة أخرى، اللحظة التي لم يعرف أي طرف منهم متى تأتي. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد. المشهد الختامي أثبت وأن كل ما هو موجود ومبني على أساس من التأييد الشعبي هو الذي يستمر. بعد ثورة 25 يناير بيعاد بناء المشهد بأكمله ليكون الكل هناك موجود ولكن بحجم ما يحظى به من تأييد شعبي، ويكون الكل هناك وموجود وله دور ولكن بحجم ما يحظى به من تأييد شعبي، ليكون الحاكم الوحيد في النهاية هو الإرادة الشعبية الحرة. الطعم الأول محمد حسني السيد مبارك. أفندم أنا موجود.